ان شاء الله اليوم نفسر لكم كيفاش تثبت الاي بي للويندوز 10 بطريقه سهله، خطوات بسيطه. تبعني. اول خطوه تجي للواي فاي، تقرص هنا، تعمل بروبريتي، تشوف تهبط تنزل الاسفل، تشوف الاي بي ادريس اي بي في 4، هذه 192.168.1.130، هذه الادريس اي بي نتاعك اللي كونكتي بها على الواي فاي نتاعك، وهذا الدي ان اس تو نحكي فيه من بعد. الدي ان اس باهي. اذا تحب تثبت الادريس هذه نتاعك ما عادش تتغير، اذا معناها تقص الانترنت وتعاود تحل، تبقى ديما 130، ما تغير الجمله، تبقى ديما فيكس. ما عليك كان تعمل تمشي للواي فاي، تعمل بوتون دو روات اوفري لي بارامتر ريزو، ثم موديفي لي زوبسيون دابتاتور، بعد تمشي للواي فاي تعمل بوتون دو روات بروبريتي، ثم تنزل الى تي سي بي اي بي في 4، هذا الخيار هذا، وهذا تلقى لهنا كيفاش تبدل او تثبت الاي بي. اذا تحب الادريس اي بي نتاعك تتغير اوتوماتيك، كل مره تتغير، معناها الادريس مره 130، مره 120، مره 101، مره 2، مره، فهمت؟ تعمل خلاه اوتوماتيك، وتخلي هذا ليزادريس سيرفر دي ان اس اوتوماتيك. اذا تحب تخليها تثبتها على ادريس اي بي معين، تعمل 192.168.1. اذا انا باش نثبت على 130، صار نعمل على 129 مثلا، نقرص لهنا دي باش تعمر وحدها، نجي لهذه باسر بار ديفون على 192.168.1.1. اذا عندك لهنا 2 ولا 3 ولا 10 ولا، تبدل هذه تبدلها كما هي، والاخرانيه تخليها بوان. بالنسبه للدي ان اس تعمل دي ان اس نتاع جوجل، احسن دي ان اس، ما فيش مشاكل يعني في التصفح. والثانيه 8.8.4.4، نعمل اوكي. اذا ننزل اوكي راح يفصل النت، ثم تتغير الادريس الجديده اللي عملناها 129. نقص وتاول هنا، نعمل بروبريتي، ننزل، وهذه الادريس اي بي نتاعنا. بالنسبه للادريس هذه مش تبقى ديما فيكس، ما تبدل الجمله الا ما نبدلها اوتوماتيك غادي. طريقه سهله بسيطه، ما تستحقش يعني برشا.